بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي الغالين المتابعين، أسعد الله مساكم، تقبل الله طاعتكم. اليوم الجمعة، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. الله يطول أعماركم ويبارك حياتكم ويغفر الله إن شاء الله لأمواتكم ويشفي أمراضكم ونجح أولادكم يا رب العالمين. قولوا آمين. أعزائي الغالين المتابعين، طبعا توني جاي من مدينة خورفكان، وعبر ارجع مره ثانيه خورفكان، وعادي تطالع شغلي اوقف على عماله، قال ولا عشرة من عمالك يا ربي يا سمحر. انزين ها شهداد، انتوا جاهزين؟ وها بعد محمد المصري وصل من مصر البارحه، وهذا يلا عاشوا، يلا سووا لي الجيمه والمهياوه. طبعا الحين برد المهياوه والسمن كل العازم، انا ايهم اخليهم. واحبائي انا طلع عيني المتابعين، خلكم وياي عاد خلاص، مش انتهى وقت الغتره والعقال. يا تعشوا يبو 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 في البراد في البراد في البراد في البراد، حشا انتهى وقت الغتره والعقال. لا بسوي مسوي عاد كوفر يوم سميتش اني برجع مره ثانيه بعد وين خورفكان، بخبرك عاده. خلا ولا خلص شغلي وعملي، ما اتشل سبحان الله في طبيعة ما اتشل عليهم، لو ما شفت العمل روحي والشغل ووقفت على راسهم ولا ما اتشل عليهم. خلكم وياي دقايق ان شاء الله وبرجع لكم. اوكي، ومساكم الله بالخير والنور والسعادة، وردنا لكم الغاليين الحبايب الطيبين. طبعا السمكه المشواية، اذا كان قصدي اذا الشعري ولا كبابه ولا كوفر، المهم كل مرة أحشيهن بالثوم والزنجبيل والخضروات والبصل العم. لا غيرت اليوم حشوتي، اليوم بحشيها بشيء ثاني. وكلهم أنت تشوفون هذا اللي يسوون في المطاعم ومنه ومنك أصنوف، لا أنا صنفي محلي ويربته من قبل وظهر شيء من آخر. تعالي اليوم بعد بيربه، خلي يشوفون المتابعين الحبايب الغالين ويربون. ايش حقه بس انا بس اكل وهم ياكلون، انا يرب هم يربون، لا لازم يطعمون الاكل. كيف عاد كل مره والمعتاد الحقيقي المعتاد بصل وثوم وكسبره وبهارات نتشنزه ترس بطن. طبعا كل المعتاد بصل نعيم وثوم وزنجبيل وكسبره وشبت وهذا وبهارات، هالعاد الحشو العادي. اليوم قلت انا شفت الناس في المقاهي وفي القهاوي وين ما نسير عند هذه يحطون اشياء يعني، لكن انا عكست عن كل مايلة. جربت اول وسويت شيء غاوي، ظهرت لي السمك يا مغواها اسم اللي غاوية هي، عايهم تشوونها وعقبهم تظهر يجف داخلها. والحياة تجارب، وش حق انا اجرب وما اخلي ربعي الطيبين الزينين يربون؟ اي نعم، ومنكم نستفيد ومنا تستفيدون. اليوم خد كوفره، ما حصلت شعري، حصلت ما حصلت ما بغيته ولا الكبابه، وما بعد امسات الكوفر غاوي. وشوف الطريقه تعاد، شو الحشوه الكوفره. اي نعم، وعيش ابيض. اهلا وسهلا الحبايب الغالين الطيبين، يا نظر عيني وين ما كنتوا والحين تسمعوني. الجمعه اذكروا الله سبحانه وتعالى ورطبوا لسانكم بذكر الله جل جلاله، وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء الشفيع يوم القيامه. يا الله بشفاعته، اللهم ارزقنا بالدنيا زيارته وبالاخره شفاعته، قولوا امين. حبايبي ردينا الحين ونشيل هاي المبسر المحاريس، شو عاد اليوم توقعون؟ هي انتوا كلكم وياين وتعطوني رايكم، انا جربته من الاخر وانتوا يربوا بعد سبحان الله، يعني تقبلون الفكره. والحشو العادي عادي عادي كذا ما نغيره، بس انا جربت الحشو هاي الثانيه. سيروا وتعالوا على هذا الكلفس، انا بوني ما داني الاول، ما داني ما احبه، وعقب سويت الكرونيا وزادوا العرب زيد
ايه ها يلا شو نسوي؟ شفتوا يا طويلين العمر هذا الاشار يا شوفوا اشار اشار عاد هذا الاشار ميوب لي من عند ولد الشيخه من البحرين لكن خنين وغاوي وهذا الحينه هاي القفشه حشوته ابو من انواع جزاك الله خير يا ولد الشيخ وشغلك عدل طبعا بالنسبه للاشار اي اشار عندكم اي اشار ما يعني ما نحدد نوعيه الاشار اي اشار وحشوها غاويه انا حشيت اليوم الاشار الغاويه بسم الله الرحمن سالين وينه احلام سعيده ان شاء الله يلا لازم من طريقة الشواء أول الصخنون سالم وينه؟ الصخن الحديدة أو التاوة أو الطابة هذا اللي يسوون عليه لأن عشان ما إذا كانت الحديدة باردة لا اليلد يلصق خلوه حر 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 يعني مرة حر وهو والسمكة مملوحة تنقلب على راحة تعقب ما تلصق اليلد في هذا تعال ابوي نحن حاطين المهياوه والدهن انت خليك هنا زين بسم الله شوي شوي تورا تورا بابا هذا يا ابو الدهن الحين هي هناك حر ويستحاتني المكيف بارد ويوم هذا الدهن ما يبو الغراش وين المهياوه يلا يبو المهياوه هي الدهن يا ابو اشوي تحت الكنديشن وش حادني؟ لا ابوي وش حقه وش حادني؟ هناك حر كم درجة الحرارة اليوم حمود؟ زين لا ابوي تحت البراد والكنديشن قال لك الله في الامس اللازعة قال شو حادن كل المسمار قال المطرقة وش حقك؟ فهمني براد والحمد لله رب العالمين حطوا الجدر الدهن هذا الحين في الميلس والميلس بارد نعم الأشياء الشعبية حتى قراقير عداني يلا هاي حالة أهلا بالحبايب الغالين مساكم الله بالنور والسعادة طبعا هاي ذوابة مليومة ايه شوف ذوابة الله هاي ذوابة اليوم ايه دهن اليوم هذا ما شاء الله والصلاة على النبي زين الرجلة الكفرة شفتوا بسم الله الرحمن الرحيم هاي حشوة شو شايف؟ ايه ايش قابل الغاوي؟ الحين بالطريقة هذه انا كل شيء للشيء وبالعافية عليكم الساعة المباركة فيكم اهلا ومرحبتين بالغالين طبعا اوقف على مالك ولا عشرة من عمال سمن بلدي حرية المتميز شفتوا ايش قال قدام عينكم شوفوا الصلاة على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على النبي محمد ونوخته ونكهته محلية بإيد محلية من الشيف حرية وقف على مالك ولا عشر من عمالك هذا هو أنا باك وياه يود شوي بسم الله الرحمن الرحيم طالع شوف طالع 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 مرة بإيد محلية أخوكم حرية الله شوي بعد زيدة عشان ما يتصل أي الله ايش قايل هذا بعد الغرشة
وعيو ما تشم الريحة. سكر 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 هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا 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 بهاراته ومكوناته. نعم عم. خلصنا الدهن ونرجع بعد بعد شوي للمهياوة طبعا اهل. واعطوني رايكم، اهم شيء عندي راي. اهلا وسهلا بالغاليين. حرية والمهياوة ام النكهة المتميزة بيد الطباخ خالد حرية. شوفوا هاي المهياوة. شوفوا ما تطيع تنزل، ما بطايعة تنزل من الغلط. بص وشوف حرية والمهياوة المتميزة. الله بس 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 طفلت. وقف 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 بس ما مشكلة. نصب منها الآن لازم تكون شوية نازلة بالطريقة هذه. مهياوة حرية المتميزة. بسم الله الرحمن الرحيم. عظيم يود يود زين يود. ها بسم الله الرحمن الرحيم. صوت صوت لازم بس. ايوه الطريقه هذه. شوفوا يلا كل شيء اعطوا اصحابه وردوا الى لازم نخلطها تكون هيك. اعطيها الخبز يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الرياض الحريه طالع. انت طالع انت شو بس اكلوا يا البصل واللومي. الله المستعان. عندك يا ابو الوليد، عندك يا ابو محمد، عندك يا ابو محمد. الله 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 بالعافية عليكم. نعم أول بول نحن نعطيكم اللعبة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. يا شهادات صور، يا شهادات صور المهيئة والحرية يا شهادات. أوه ويلا. بس هاي طريقتك.